عقبالكو. صحيح الخبر ده يا أمينة؟ وريني الدبلة كده. ألف مبروك. مالك يا أمينة؟ بابا حالفني إني خاصم سناء. تخاصميني ليه؟ هو حالفني وخلاص. على العموم أنا عايز أعرف إذا كانت هتروحي الرحلة ولا لأ؟ مش هروح. ليه؟ أنا خلاص دفعت الاشتراك. ودفعته ليه من غير ما تقول؟ عشان النهارده آخر يوم في الدفع. بس بابا مش هيوافق. تقول لخطيبها إذا كان بيحبها هيقنع باباها بالرحلة. طب لما أنتوا متخاصمين عاوزين تطلعوا الرحلة مع بعض ليه؟ أنا عايزاها تروح تفك عن نفسها بعيد عن جو البيت عشان هي مهما كان صاحبتي.